ثم بعد القبر إعادة الأرواح إلى الأجساد الذي أنكره المشركون والملاحدة. وعرفتم شيئاً من البراهين على ثبوته في القرآن الكريم، وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن. القادر على الإعادة، القادر على البداءة، قادر على الإعادة، هذا دليل عقلي ودليل سمعي أيضا، دليل عقلي سمعي. القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. الله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم، فلا بد من إقامة العدل بين عباده، وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا، إنما يكون في الآخرة.